تنفيذ بعض الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجامعات الترابية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، عرفت عملية إنجاز المشاريع موضوع بعض الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجامعات الترابية لبناء الشبكة الطرقية تعثرا وتأخرا كثيرا نتيجة عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المبرمة مع المجلس الإقليمي لخريبكة منذ سنة 2016. وعلي نسألكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذونها لتنفيذ هذه الاتفاقية وشكرا. شكرا السيد النائب، الجواب سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال المطروح. في الواقع اليوم كما تعلمون فالوزارة عندها العديد من اتفاقيات الشراكة مع الجامعات المحلية والجامعات الترابية والجامعات الإقليمية والمجالس الإقليمية، واليوم يمكن نقول لكم بأن في هذا الإطار هذه الوزارة الالتزامات اللي عندنا اليوم وصلت ل 11 مليار ديال الدرهم في إطار الشراكة، التزامات الوزارة اللي موزعة على البرامج المرتبط بإنجاز برامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية 3 مليار درهم، كذلك ما هو مرتبط بالتنمية الجوية الموقعة 2 مليار ونص ديال الدرهم، و 5 مليار و 600 مليون درهم بالنسبة للشراكة مع كذلك البرامج ديال التنمية الجوية. اليوم اللي واقع وهو أن العديد من هذه البرامج كاين البعض منها اللي مع الأسف الشركاء ديالنا ما قدموش الإمكانيات المادية الضرورية، وهذا خلق لنا إشكال، ولذلك هضرنا مع السيد وزير الداخلية في هذا الإطار ومشكور دار واحد الدورية باش طلب من كل مع الوزارة وكذلك مع الجامعات الترابية باش أنها تعبئ الإمكانيات المادية الضرورية من أجل الوفاء بهذه الالتزامات باش يمكننا حنا كذلك أننا نطبقوا هذه البرامج المتعثرة، لأننا معكم 100% بأن اليوم الأساسي وهو نربحوا ثقة المواطنات والمواطنين. ملي تنقولوا بان غندير واحد البرنامج وما تيطبقش فهذا تيخلق اشكال، وبالتالي اليوم ضروري اننا نستدرك هذا الاشكال وتنشتغلوا مع وزاره الداخليه ومع رؤساء كذلك باش يمكننا نحققوا هذا الهدف. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. نشكركم السيد الوزير على هذا التفاعل الايجابي الكفيل بدعم التعاون والتكامل بين الدوله والجامعات الترابيه، ولكن إذا سمحتوا سيد الوزير بالنسبة للاتفاقية المبرمة مع المجلس الإقليمي الخريبكة اللي كانت مدة ديالها 3 سنوات مبلغ 210 مليون ديال الدرهم، ورغم وفاء جميع الشركاء بالتزاماتهم فإن الوزارة لم تلتزم بنود الاتفاقية حيث لم يتم إنجاز إلا 30% من الأشغال. وكان جواب الوزير السيد الوزير السابق على سؤال حول هذا الموضوع طرحناه داخل هذه القاعة سنة 2019 بأن أسباب التأخير راجعة إلى وجود مشاكل مع الصندوق التمويل الجماعي، حيث كانوا كيديروا شي صفقة والصندوق ما كيصادقش هذيك الصفقة وكتدوز المدة كتعاود صفقة أخرى وكتزاد فيها العشرات الملايين السنتيم. دابا تعاود الدراسة كاينة 294 مليون ديال السنتيم باش تكمل الاتفاقية، خصنا 84 مليون سنتيم سي الوزير ملي غنجيبوها في الظرفيه. وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك من